اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الأطعمة. معكم سهير من قناة نغمات الأطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هعمل معاكم السمك الجمبري. شايفين جماله حلو ازاي؟ يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. اتبعوا الخطوات تطلع معاكم الجمبري مقرمش وكمان السمك مقرمش بالجمال ده. يلا بينا على الطريقة والمقادير. اول خطوة واهم خطوة، لما تيجي تقشري الجمبري هتقشريه كده، هي تبقى كده، هتيجي من عند الراس هتفتحيها بالمنظر ده، هيبقى فيها الراس، هتشيليه كده ماشي، تروحي مقشرة القشرة كده، هتطلعي الحتة اللي تحت دي كده من عند الدماغ اهي، اهم خطوة دي. وبعد كده هتيجي كده من بطن الجمبرياية هتقشريها بالمنظر ده، هتتقشر معاكي بكل سهولة. مش بس كده، حاجة مهمة جدا، انا بحب اسيب الديل عشان لما باجي اسويه ما بيبقى مفروض كده وكويس، لما تيجي تمسكيه كده بيبقى شكله حلو. في هنا بقى كيس رمل، الكيس ده مهم جدا ان انت تشيليه، هتعملي كده اهي شايفاها، هتشديها كده بكل سهولة هتتشد معاكي، لازم الكيس الرمل ده يطلع عشان ما يبوظلكيش الدنيا لما تيجي تقليه هيمرن معاكي. تمام. تاني حاجة في الظهر كده برضو في واحد كمان كيسين رمل شايفينه اهو، هتشديه كده، اهم حاجة تنضفيه كده. هتيجي هنا تحت الحنفية بقى تحت المية، مية جاية كده، هتفتحي تنضفيه كده وتغسليه، يبقى بالمنظر ده كده معاكي. بصي بقى الجمبرية بقت زي الفل اهي، شايفين بقت بيضة ازاي وحلوة، دي كده جاهزة ان هي تتقلي. تمام. تاني حاجة عشان انضف السمك البلطي، هجيب السمكة تحت الحنفية. طب ليه ما بتحطوش في طبق؟ لا انا بحب اغسله كده تحت الحنفية اهو، بفتح البطن كده واغسله على مية جايبة. طب انا هسد الحوض؟ لا مش هسد الحوض ولا حاجة، انت عندك المصفى بتاعت الحوض هتجيبلك اي حاجة نازلة، بعدين تديله شطفة بقى كويسة كده تحت الحنفية عشان يبقى يبقى نضيف وحلو معاكي. اهم خطوة دي عشان تاكلي احلى سمك لازم الخطوة دي، المية الجارية دي بتخليهولك ان هو ينضف، وفي نفس الوقت لو في اي زفارة بتنزل اهي، شايفين بقى. ولما تيجي تجيب السمكاية تجيب السمكاية الناشفة، لما تيجي تدوسي على بطنها كده تبقى ناشفة معاكي، وتبقى العين بتاعتها بتلمع، شايفين بقى. انا اوريكم الفرق دلوقتي، يكون عندك فرشة بقى انت عاملاها للسمك، دي اسهل طريقة ان انت تعملي السمك تنضفيه بيها، ما تقوليش انا جايباه هو منضف جاهز، لا برضو لو هو برضو السماك نضفهولك لازم انت تنضفيه تحت مية جارية، اتفقنا؟ بس كده انا كده نضفته تحت تحت المية الجارية. اوريكم الفرق دلوقتي بين ازاي نضفتها وبين اللي هي مش نضفتها، بس كده شايفين بقى الفرق. انا عايزه بس اوريكم حاجه، دي اللي ما اتنضفتش شايفين عامله ازاي، بصوا اللي اتنضفت بقى، بصوا الفرق بين دي وبين دي. عشان تاكل السمك يبقى صح لازم تنضفيه كده. هنضف كل الكميه وهرجع لكم تاني، واصل وانا واصل. عندي هنا نضفت السمك كويس خالص والجمبري. كل سمكيه عليها ليمونه ونص، هحط لها ليمونه ونص، انا كده عصر الليمون عندي اهو،
والقشر ده اوعي ترميه، القشر ده كنز في بيتك، هنعمل منه حاجات كتير حلوه. اركنه كده على جنب، انا عصره كده ايه ليمونه ونص. هنا الجمبري لو انت جايبه ربع كيلو جمبري، لو الليمونه فيها ميه كتير حط لها ليمونتين، لو الليمونه ما فيهاش ميه كتير حط لها 4 ليمونات. اتفقنا؟ انا عصره كده ايه ليمونه ونص، وادي النص التاني اهو معاكم. عندي هنا بقى الهريسه الحلوه اللي انا كنت عاملاها معاكم دي، كنز في البيت والمنقذه بقى عندي. طبعا هنا ايه انا حطيت ليمونتين عشان الليمون كان حلو ما شاء الله فيه ميه. احط بقى ايه معلقه من الهريسه كده، وهي عليها كل حاجه، يعني عليها كل ايه كل التوابل بتاعتها. خش على الرابط ان شاء الله هتستفادوا كتير من الفيديو ده. الفيديو ده يعني ايه لازم الدقه دي تكون في الفريزر عندك او في رف الثلاجه، بتفيدك كتير. بص بقى انا كده ما خدتش اي وقت، خدت منها معلقه كده وقلبتها. عندي هنا طبعا ايه انا واخده ايه كل سمكه عليها ليمونه. لو هو ما فيهوش ليمون، لو هو ما فيهوش ميه كتير حطي ليمونتين. عندي هنا ايه هاخد معلقتين كده من الهريسه، على حسب طبعا الكميه اللي ايه اللي انت بتجيبيها. عندي 2 كيلو، لا ايه 2 كيلو سمك، احط لها معلقتين من الهريسه. اتفقنا؟ واحده واحده كده. هجيب بقى ايه بعد ما غسلت السمكه كويس خالص، هجيب السكينه وفي ظهرها كده ظهر السمكه هفتح لها ايه فتحه كده عشان اخلي التوابل تخش فيها. تاني من الناحيه التانيه افتحها كده. انا اسفه ان انا بطول عليكم الفيديو، بس انا عايزه اشرح لكم كل حاجه. هجيب بقى ايه كميه كده من الايه من الهريسه عندي كده، املحها كويس خالص كده، ومنساش احط في ايه في الفتحات اللي انا عملتها كده اهو، وبظهر المعلقه اوزع كل ايه كل الدقه عليها، احطها كده وبظهر المعلقه اوزعها كده. انا ما بحبش اخلي السمك كتير كده متبل، انا بحطه بس ايه لمده 10 دقائق كده عقبال ما الزيت يسخن. هخلص كل الكميه وهرجع لكم تاني. عندي هنا جبت كيس وحطيت فيه كوبايه صغيره من الدقيق، هحط معلقتين كبار كده من النشا على الدقيق، معلقه كبيره كده من البيكنج باودر، يعني هتخلي السمك مقرمش وجميل معاكي. ده سر من اسرار المطاعم. هتحطي بقى ايه حبه صغننه كده من الملح، قيمه معلقه نص معلقه صغيره من الملح كده ماشي. هتقلبي كل المكونات كده مع بعض، هتقلبيها كده كويس كل المكونات كده هتقلبيها. طب ليه انا حطاها في كيس ومش حطاها في طبق؟ طولي بالك بس عليا هقولك. عشان اول حاجه ما تبهدليش الدنيا عندك، تاني حاجه ما تستهلكيش دقيق كتير. الطريقه دي ما بتخليكيش تستهلكي دقيق كتير. عندي هنا الجمبري بقى قعدت في الايه تتبيله كده لمده 10 دقائق. هاخد الجمبري واحطه كده في الكيس اهو، هوريكم واحده واحده كده. اعملوا الطريقه دي جميله جدا. خلاص انا خدت كل الكميه، كيف بقى اعمله كده اهو، هنفخه كده بالمنظر ده اهو، وهعمله كده. هتحاولي ايه تغلفيها كلها من الدقيق. تمام؟ بصي بقى الجمبريه عامله ازاي، طالعه جميله جدا، ما خدتش معايا اي وقت. هجيب طبعا ايه طبق ناشف كده وهحط فيه الجمبري اهو. طبعا حتى ايه زيت على النار عشان ايه لما اجي اقلي الجمبري والسمك يبقى جاهز معايا اهو. بصوا بقى ما خدش مني اي وقت، هتركنيه بس كده شويه، احنا مش هنقليه ايه مش هنقليه على طول اهو. شايفين وانا معاكم عملنا ايه عفرناه. اجيب بقى السمكيه هعمل كده برضو اهو، امسك الكيس واعمله كده اهو،
هغلفها كده. بصي اتغلفت بكل سهوله وفي نفس الوقت ما عذبتنيش واتغلفت كلها. شايفه بقى السمكيه عامله ازاي؟ هركنها برده كده على جنب بقى كده لمده 5 دقايق وهرجع لكم تاني. عندي هنا سبت الجمبري لمده 10 دقايق كده في الدقيق وكمان السمك. عندي هنا كوبايتين زيت على النار. انزل كده بقى ايه واحده واحده كده بالجمبري. بصي لازم الجمبري يبقى عامل كده، شايفه متغلف من الدقيق وفي نفس الوقت لما سبته 10 دقايق بقى عامل ازاي كده. لما ينزل معاكي في الزيت اول حاجه مش هينشف منك، تاني حاجه هينفش معاكي ويبقى حلو وطري وفي نفس الوقت هيبقى مقرمش برده. تعالوا بقى كده ننزل كده. بسم الله. لازم يكون الزيت مقدوح جامد، ينزل على ايه؟ على زيت مقدوح جامد وما يتسابش على النار كتير. يعني واحنا مع بعض كده هوريكم هيستوي بسرعه في نفس الوقت هيبقى حلو والغلاف بتاعه مش هيفك. الناس اللي هي بتشتكي بتقول ايه الجمبري بيفك معايا في الزيت وما بيبقاش كويس، لا خالص. انا ان شاء الله الطريقه دي امشي بيها، اوريكم بس الكاميرا كده عشان تشوفوا جمالي. الطريقه دي يعني جميله وهتضمنيها ان شاء الله ان هو مش هيفك منك وفي نفس الوقت هيكون نافش كده ومقوش معاكي، ولما تيجي تاكليها هتلاقي ايه العضه كده بتاعت الجمبري هتبقى لذيذه جدا. انتوا بس على الخطوات دي هتعجبكوا خالص. حبايبي اللي لسه مكمل معايا ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد اي حاجه بنزلها توصلكوا على طول. شايفين بقى جميل قد ايه؟ يعني بصوا يعني انا مش عايزه اقطع الفيديو برضو عشان اقولكوا ايه هو ايه يعني سبته كام دقيقه على النار، مش هسيبه كتير عشان في نفس الوقت كل ما تسيبيه على النار هيشد منك ومش هيبقى حلو. لكن انا نزلته على زيت سخن جدا على نار عاليه وبعد كده وطيت النار سنه وعليتها كمان. يعني اول حاجه نزلتها على نار عاليه وبعد كده وطيت النار سنه وبعد كده عليتها تاني اهو. شايفين بقى مقرمش قد ايه؟ انا عايزه بس اوريكم قرمشته القرمشة بتاعته وفي نفس الوقت طري وجميل اهو. انا اوريك الوقت ايه قرمشته عامله ازاي عشان ما تقولش ان انا ايه بعمل حاجه من ورا الكاميرا. شايفين بقى جماله عامل ازاي؟ ما شاء الله ما خدتش معايا اي وقت ولا اي مجهود. بصوا بقى الغلاف ما خدتش خالص طالع عامل ازاي. اوريكم بس الكاميرا كده اهو. شايفين قرمشته اهو؟ القرمشه بتاعته حلوه خالص وما فكش مني ولا اي حاجه. بس كده عندي بقى هنا ايه السمك. عندي لازم تسيبيه برضو يشرب كده الدقيق بتاعه، هيفرق جدا في الجوده بتاعته. هنزله كده بقى على نار عاليه عشان ما يترش منك وفي نفس الوقت ما يشربش زيت. السمك ما بيفوتش اي وقت على النار وما تقدريش تقلبي فيها كل شويه، يعني هي ايه تستوي من ناحيه تروحي مقلباها الناحيه التانيه، هتبقى معاكي ممتازه. امشي بس على الخطوات وان شاء الله هيبقى معاكي روعه وفي منتهى الجمال واحلى من اللي تجيبوه من المطاعم. صدقوني جربوه وان شاء الله هيعجبكم ويجيب اعجابكم. عندي هنا استوي استوى من جنب، هقلب كده بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان تشوفوا بس جماله. شايفين جماله عشان ازاي؟ بصوا بقى طالعه فاتحه ازاي وفي نفس الوقت الدقيق متغلف من السمكيه وطالعه مقرمشه وحلوه. هدي كمان ولسه شويه. ولما تيجي تطلعيه لازم تطلعيه على ورق مناديل
مطبخ. بص بقى ما شاء الله فاتح لونه قد ايه ومقرمش، شايفين سامعين قرمشه، حتى لو قعد معاكي مش هيطري منك، لو مشيت على نفس الخطوات ان شاء الله هينجح منك. وبعد ما تخلصي كل قلي هتنضفي البوتاجاز بالمنظر ده، هتجيبي القشر هتحطي عليه كوباية من المية، هتحطيه على النار، اول ما يغلي هتوطي عليه النار كده، البخار اللي هيطلع منه مش هتشم ريحة زفارة خالص. جربوه ان شاء الله هتدعولي. عملت معاكم الجمبري والسمك، شايفين جماله حلو ازاي؟ ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.